بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين إن شاء الله، بداية عام دراسي سعيد. إحنا على صرح عظيم من أسرة التعليم بين السلطة الفاضل وقال ليس على مستوى الجيزة لكن على مستوى مصر. مدرسة سعيدية مدرسة عزيزة على قلبي أنا شخصيا، كان لسه في الشهر 40 سنة بس دخلت مدرسة ثانية كنت أقرب شوية للبيت. دايما المدرسة دي بيخرج منها يعني عظماء مصر من كل التخصصات والمجالات، مهندسين، دكاترة، ضباط، مدرسين، معلمين، كل التخصصات. احنا ان شاء الله عندنا امل في بداية سنة جديدة. عندنا في تواكب مع من 3 ايام تقريبا عملنا تدشين لمبادرة مقام الرئيس بداية الانسان. ان شاء الله باذن الله دي مش كتير، ان شاء الله كلنا امل وكلنا عزم ان احنا نبقى بلدنا احسن بلد. والكلام ده هيبدا بحضراتكم انتوا اللجنه اللي ان شاء الله هتبقوا مكاني ومكان كل الفاضل الموجودين باذن الله رب العالمين. وكل سنه طيبين وشكرا جزيلا. احنا مؤخرا استعدادا للمدارس بالتنسيق مع الهيئه العامه للابنيه التعليميه كان عندنا مرور على كافه المدارس سواء جديده او مدارس بيتم رفع كفاءتها، وده عشان نتاكد من سلامه المدارس انشائيا وعشان نتاكد من رفع كفاءتها والوصول لحاله مرضيه لاولادنا ان هم يمارسوا العمليات التعليميه، وهي عمليه طبعا مهمه جدا جدا. اما بالنسبه للمجمع حاج بتقول عليه فده كان مجمع مدارس في مدارس انشاء جديد، كان حوالي 17 مدرسه مجمع مدارس انشاء جديد ومدارس تم رفع كفاءتها وتجهيزها لبدء العام الدراسي الجديد. كثافات يا فندم بتقل كده ولا يعني من شايف مجمع مدارس بيستوعب عدد كبير من الطلبه؟ الحقيقه طبقا للتوجيه العام لمعالي وزير التربيه والتعليم، خريطه التوزيع السنويه في دخول الطلبه ما بيخشوش كلهم في يوم واحد، فاحنا اجلنا دخولنا بدل ما نخش نعمل الزياره دي يوم الاحد اجلناها للنهارده، بحيث النهارده ان شاء الله هنزور 3 مدارس من مختلف الاعمار والفئات، ان شاء الله مدرسه ابتدائي ومدرسه اعدادي ومدرسه ثانوي زي السعديه اللي احنا فيها دي باذن الله. حضرتك شايف ان العام ده مختلف عن العام اللي فات؟ انا حاسس بتفاؤل اكتر ان شاء الله. انا لسه كنت بقول للطلبه وانا برحب بيهم، احنا تم تدشين مبادره لمده 100 يوم من حوالي 3 ايام، مبادره بدايه الانسان جديد، مبادره فخامه الرئيس. حاسين بتفاؤل جايه متواكبه مع بدايه العام الدراسي الجديد، فان شاء الله في امل وفي تفاؤل باذن الله. راي حضرتك العرض العسكري؟ العرض العسكري رائع، والمدارس العسكريه الثانويه، انا نفسي كنت في مدرسه ثانوي عسكري فعندي خبره عسكريه. احمد لطفي السيد معالي المحافظ، كيف استعدت المحافظه لعام دراسي جديد؟ المحافظه زي ما وضحت من شويه استعدنا اولا عن طريق السيد مدير عام الابنيه التعليميه ممثل الهيئه العامه للابنيه التعليميه، ان احنا مرينا على كل المدارس وتاكدنا من سلامتها الانشائيه وتاكدنا سواء مدارس جديده او مدارس تم رفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال العمليه التعليميه وتاديه دورها، بحيث ان العمليه التعليميه لما تؤدى في منشا صالح وشكله جيد، و يعني باذن الله موفقين ان شاء الله. في اي سلبيات؟ ثابت مكانك عشان تحرك من مكانك.